فمن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة المرابطة، ومنزلة المرابطة تعني الوقوف على ثغر من ثغور الشيطان، أو الوقوف على ثغر من ثغور العدو بقلب يقظ مستعد لكل طارئ لصده ورده. فالمرابطة إذن حراسة في سبيل الله، ويقظة دائمة، واستعداد ثابت، وهي مدافعة ومجاهدة، كل ذلك داخل في معنى المرابطة، لكن لها خصوصا يتعلق بالثبات على فغر معين لمهمة معينة، وهي من المنازل التي تعين العبد في صد هجمات الشيطان، وتعينه على الثبات على الحق الذي اختاره وآب إليه، وتعينه على البقاء دائما على حال التوبة النصوح لا يرتد عنها ولا ينتكس. المرابطة إذن هي حال المسلم الذي عرف ما قصد فهان عليه ما وجد. ولفظ المرابطة من المفاعلة، فهو دال على المشاركة مصدرا وفعلا، وأصل المشاركة فيه أنه يتصور وجود فاعلين، المؤمن الذي يدفع البلاء والشيطان الذي يأتي به أو العدو، ولذلك فأنت ترابط كأنك تقاتل وتجاهد. والعبارة وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ففي كتاب الله لها معنى مجمل ولفظ مطلق يمكنك أن تنزلها على أي حال من أحوال المجاهدة وعلى أي ظرف من ظروف الوقوف على ثغر من ثغور العدو، وذلك في آخر سورة آل عمران من قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وللسنة من هذا المعنى تطبيق يساعد المؤمن على امتثال هذا الأمر فيما يتعلق بمدافعة الشيطان ومدافعة الهوى ومدافعة كل النزوات والشهوات والثبات على الصلاح، وما أحوجنا في زماننا هذا إلى هذا المعنى، معنى المرابطة. وأحسب أنه من الصعوبة ومن العسر على المؤمن الذي تاب إلى ربه وآب إليه مصليا تائبا من ذنوبه أن يثبت على صلاحه من غير مرابطة ومجاهدة، لأن حبال الغواية تشده إلى خلف وتشده إلى الفساد، ولأن الزمان زمان فتنة، هي الفتن التي فعلا كما وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم: كقطع الليل المظلم تدع الحليم منكم حيران. فلا بد إذن من زاد تعتمد عليه وتتزود منه وبه لترابط على صلاحك وتقواك من أن ينفلت منك أو من أن ينتزع منك. الآن كل وسائل الفتنة في هذا الزمان تقوم على هدف، وهو نزع صلاح الناس وانتزاعه انتزاعا. فإذا كان ذلك كذلك وهو بالمشاهدة كذلك، فأنت مضطر إذن إلى القبض على صلاحك بقوة، وإنما القبض على الصلاح بقوة مرابطة. ولذلك جاء الأمر بالمرابطة في سياق الأمر بالصبر: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. وهنا عبارتان لا بد من بيانهما، لأن المرابطة لا تصح إلا بهما. المرابطة اللي هي قلنا الثبات على الصلاح باش تبقى صالح ديما، وتكون عندك القدرة أنك ما ترجعش للذنب ديالك، وما ترجعش لترك الصلاة، وما ترجعش لكل فعل سيء وتثبت، لابد لك من مقدمتين أو من إحداهما، وهما اصبروا وصابروا، وبينهما فرق. فأما الصبر فلمن يعرفه ولمن هو شيمته وصفته. اصبروا لما كيقول لك شي واحد صبر، فهو في أصل الاستعمال من حيث صيغة الأمر بهذا الشكل دال على أنه بإمكانك أن تصبر ولك طاقة وقدرة على الصبر، لكن لوحظ أنك ربما تغفل عن الصبر في هذه اللحظة فقيل لك اصبر، وقد علم أن لك طاقة لذلك، لأن الأوامر لا تكون إلا على قدر الاستطاعة
لما كتقول شي واحد دير شي حاجة ما كتقولها له إلا وانت عارف أنه بالمقدور دياله بالإمكان دياله يديرها. فإذا كان أمرك يصحبه علم سابق عندك أنه لا طاقة له بفعله فهذا الأمر غير صحيح إذن، أو يحتاج إلى نوعين من التعديل في صيغته. ولذلك فقول الله للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا اصبروا، فلعلمه عز وجل أن من المؤمنين من له طاقة الصبر فيأمره باستعمالها. طاقة الصبر هي موجودة بين جنبيك، أخرجها إذن، فإنها سيف المرابطة. هذاك هو السيف الذي تضرب به إبليس وتضرب به شهواتك ونزواتك وكل أشكال الغواية التي ترود أن تركسك وتردك إلى أسفل سافلين. أخرج سيف الصبر، الصبر على الطاعة فعلا، والصبر على المعصية تركا. والله عز وجل عليم، وهو العليم الخبير، أن من المؤمنين من لا يعرف الصبر، ومن لم يجربه فقال له وصابروا ولم يقل له اصبروا. فإنما خطاب اصبروا فللذين لهم طاقة لذلك وسابقوا تجربة، صبروا وبإمكانهم أن يصبروا فأمرهم بذلك. وأما المؤمن الضعيف الذي لا يثبت أمام فتنة الغواية وينجرف بسهولة لأول نداء من نداءات الشيطان، فقال الله له وصابروا، لا يكفي فيه الصبر بل لا يجدي، لأن سيف الصبر غير موجود عنده، فيحتاج إلى المصابرة وليس إلى الصبر فقط. والمصابرة فيها زيادة ألف تدل على المشاركة، وقلنا قبل قليل هذا المعنى فيه إذن أن من يريد أن يأخذ منك ويمنعك من الصبر وهو الشيطان والعدو والغواية والجهالة والضلالة، فدافع إذن من يريد أن ينتزع منك تلك الطاقة التي لم تستعملها قط وتخشى ألا تطيقها وألا تتمكن منها. ففيه معنى التفعل أيضا والتفاعل والمفاعلة، فيه معنى التصنع والتكلف من أجل اكتساب الصفة. ما تعرفش تصبر، حاول، صبر راسك، صابر، أبذل جهدا من أجل الصبر، ستجد مشقة أكثر من الصابر، ولكن حاول وجاهد وعلم نفسك أن تصبر. فكل نفس جعلها الله عز وجل من حيث أصل الخلقة على قدم وساق من كل الصفات الإلهامية، فتحتاج إذن إلى مزيد اكتساب، فقد ألهمك الخير وألهمك الشر، وأنت إذن عليك أن تبذل طاقة أكثر من أجل اكتساب صفة الصبر وصابره. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما العلم بالتعلم. تواحد ما كيتزاد معلم، العلم بالتعلم، شوية اليوم شوية غضة وبعد غضة. وأنت في مسيرتك العلمية لا يقال لك عالم، فأنت متعلم وتتعلم، حتى إذا اكتسبت كمال الصفة كنت عالما. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. في تتمة الحديث، الحلم هو الرزانة والعقل والكياسة والفطنة والهدوء في اتخاذ القرارات وفي تنزيلها، حلم وعطف ورحمة وإشفاق على الآخرين، حلم وهدوء بصفة عامة في التفكير وفي الفعال، حلم. وضده الجهل، مش الجهل اللي هو ضد العلم، الجهل بمعنى سرعة الغضب لسبب ولغير سبب، كما عند الشاعر الجاهلي ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. الجهل بمعنى الغضب الذي يثور إبليس أو يثيره إبليس في قلب الإنسان، ولهذا سمي أبو جهل بأبي جهل، عنده ردود أفعال هوجاء شيطانية عكس هذا الحلم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حليما، والحليم اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من الصفات العلى لله عز وجل. الحلم بالتحلم، ما زلنا مع المصابرة، لكن كلامنا عن الحلم مفيد في هذا المعنى جدا. لما؟ لأنه صفة وجدانية قلبية، يعني الهدوء إلى أنت فيك سرعة الغضب، إذا كانت فيك سرعة الغضب والانفعال فيمكنك أن تكتسب عكسها بالتدرب عليها.
بمعنى أنه ليس فقط الصناعات الحرفية والمهنية المادية هي التي تكتسب بالتعلم، وليس فقط العلوم العقلية والذهنية والشرعية هي التي تكتسب بالتعلم، ولكن أيضا الصفات الخلقية التي قد يظن أنها لا تكتسب تكتسب بالتعلم، لأن التحلم إنما هو تعلم الحلم. أنت كتصور كتغضب، علم رأسك ما تغضبش، وخا تكلف أنت راك غاضب من الداخل، ولكن تلجم نفسك وتضبط فعلك، فإذا بك اليوم وبعد اليوم وغدا وبعد غد تجد نفسك أنك صرت حليما بلا تكلف، ما كتبقاش حس بنفسك يعني كاظم ومزير، تصبح حليما بشكل تلقائي لا كلفة فيه ولا تعب ولا نصب. وهذا هو المقصود، الحلم بالتحلم، في التحلم تكلف الحلم وهو مشقة، كدير فيك واحد الطبيعة اللي ما فيكش محنة، ولذلك يقولوا الجبال كيتبدلوا والطبيعة ما كيتبدلوش، ليس على إطلاقه ولكن من حيث صعوبة تغيير الطبائع الخلقية لدى الناس، طبائع ديال بنادم صعيبة تغير، ولكن ممكن إذا كانت لهذا الإنسان إرادة. وقد كان الصحابة الأوائل في جاهليتهم من أجهل الناس، معروف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف كانت شدته على المؤمنين وعلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم انقلب ذلك كله حلما وعقلا وكياسة وفطنة وفقها عظيما في الدين. وإنما الحلم بالتحلم، إذا كانت الصفات الوجدانية والخلقية إذن ممكن تعلمها وهو كذلك، فالصبر صفة قلبية، ماشي للدين اللي كيصبر ولا الجوارح التي تصبر، لا، إنما الذي يصبر القلب. ولذلك سبق أن قلنا من على هذا المنبر إن الصابر الحق ليس هو الذي لم ينتج رد فعل وقلبه يغلي، هذا ليس بصبر. يعني واحد وقعت له مصيبة لا قدر الله وسكت، قالوا ودي صبر، ولكن مرض بالسكر ما صبر ولو، لأنه البارودة خرجها لدخل، هذا ليس بصبر. وإنما الصبر الشعور داخليا بالسكينة والهدوء والراحة إزاء قدر الله وقضائه، هذا صبر. ولذلك قوله وصابروا أي تكلفوا الصبر حتى ترتقوا إلى درجة واصبروا أو اصبروا. فالأمر الأول هو لمن لهم قدرة على الصبر، قدرة طبيعية كيصبر ما عندوش مشكل، اصبروا يا أيها الذين آمنوا اصبروا. والذي له عانة في اكتساب الصبر وفي اتخاذه صفة قال له وصابروا، فإن كنت من الصابرين فاصبر، إن لم تكن منهم فصابر، كل ذلك يجعلك من أهل المرابطة. ورابطوا، ولذلك جاءت ورابطوا آخر الكلام، صحيح أنه الواو في العربية لا يفيد ترتيبا، ولكن تقديم التأخير في البلاغة العربية يفيد الترتيب، يفيد الترتيب. فما ذكر الصبر وبعده المصابرة وبعدهما المرابطة إلا لحكمة، كما في قوله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فالواو لا تفيد ترتيبا ولكن تقديم التأخير يفيده، فأشد الناس عداوة فعلا للذين آمنوا بالترتيب اليهود أولا والذين أشركوا على طريقتهم وعلى مذهبهم تبعا لهم، والذين يقودون العداوة عالميا للذين آمنوا اليهود هم قادة العداوة، والمشركون والنصارى جند لهم في عداوتهم للمسلمين. اصبروا وصابروا ورابطوا. رابط، هذه العبارة أصلها من الربط، والربط إنما يقع للدابة، كتربط الخيل وتربط الثور، ربط الخيل أو ربط الثور أو ربط أي دابة من أن تنفلت وتروح وتضيع. فما نربط إذن من أنفسنا عند الثغور، ثغور الأعداء، ما كان نقيدوش رجلينا طبعا، ولكننا نربط أنفسنا هي التي تشرد بعيدا وتشتاق إلى النوم والدعاء والراحة ودفء الأفرشة، تشتاق إلى ذلك وتسأم من برد الثغر وقسوته ومن هول الانتظار، انتظار العدو، تسأم من ذلك وتحتاج إلى من يربطها. أنت الذي عليك أن تربط نفسك
فإن لم تربطها فلا رابط لها غيرك. ولذلك قال ورابطوا ورابطوا، هذا الأصل، الأصل في الاستعمال اللغوي من الربط أي من القيد. أنت قطعت القنطرة، قنطرة الظلمات والمعاصي، وجئت آئبا إلى بيت الله مصليا عابدا شاكرا. رباطك في توبتك بيت الله وبيوت الله عز وجل، أن كانت هي ثغور يرابط بها المسلمون من أن يدخل عليهم إبليس بالوسواس وبالنزغ، وهو يجاهد في ذلك من أجل إرجاعهم إلى شهواتهم ونزغاتهم والفتن التي ترديهم وتهلكهم. ولذلك بيّن لنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح مليح وجها من أعلى وجوه المرابطة بالنسبة للتائبين الآئبين إلى باب الله: وما أجمل العبد إذ يؤوب إلى باب الله هاربا من فتن الدنيا، هاربا من جحيمها ونارها، هاربا من دخانها وشياطينها وأبالستها التي تصب عليه نيران المدافع من الشهوات والمنكرات عبر أجهزة الإعلام والتلفزيونات والشوارع والأزقة والمقاهي والمدارس والمعاهد والمؤسسات. الدنيا تمطر بالبلاء والفتن، فيهرب المؤمن إلى الله عز وجل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إلى أين تفر؟ إلى المسجد، هذا هو الحصن، الحصن الحصين الذي يمنعك من عدو الله إبليس ومن جنوده أجمعين. ولذلك كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ هاجر من مكة إلى المدينة أول شيء فعله بنى المسجد، لا انطلاق لأي عمل ولأي جهاد ولأي مدافعة إن لم يكن المسجد منطلقه وقاعدته. مسجد هو ثغر المؤمن التائب، ثغر المؤمن التائب وحصنه المنيع، وعليه أن يحرص نفسه بحصونه وعلى أبوابه. ولهذا أخرج مسلم وقبل ذلك الإمام مالك في الموطأ، ثم مسلم في الصحيح، وكذلك أحمد بن حنبل في المسند، والإمام النسائي وبعض أهل السنن كلهم أخرجوا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ذكرها ثلاثة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ألا أدلكم واش ما نخبركمش بواحد العمل له واجهتان، واجهة تمحو وواجهة تثبت. شيء عجيب، يجي الإنسان من ظلمات الفتن والذنوب تائبا إلى الله، يفكر تفكيرا واحدا إن كان من العاقلين كيف يبني ما بنى الصالحون وكيف يتخلص من ركام الماضي. جوج الأمور: سبقك أقوام من الصالحين، توبت نعم وعفى الله عما سلف، لكن كيف تبني ما بنى من كان قبلك الذين سبقوك بالخيرات والصالحات؟ ثم كيف تشتغل بالاستغفار والتوبة وتجديد التوبة مما سلف عسى أن يمحو الله عنك ما سبق وما مضى؟ فهما عمليتان، عمليتان اثنتان تستوجب منك وقتا كثيرا وأشغالا طائلة، اختصرها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثغر واحد ترابط فيه، فتقوم بعمل ينتج لك الأمرين: امسح لك الذنوب القديمة وما جد منها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. الذنوب القديمة يمسحها بإذن الله، وما جد منها من ذنوب. والمؤمن لا يخلو من ذنب من حين لآخر مهما كان شأنه وأمره وإيمانه، ثم يبني لك بها في الوقت نفسه، كيمسح لك ويبني لك صروح الصلاح والتقوى والفلاح ومنازل في الجنة من أهل المنازل. وإن أهل المنازل يعني في الجنة في الحديث الصحيح: وإن أهل المنازل لا يتراءون كما تراءون الكوكب الدري في السماء. عظيم،
تستفيد إذن مغفرة وعلوا؟ قالوا بلى يا رسول الله، هذا الشيء لاش كنقلبوا؟ قال إسباغ الوضوء على المكاره، فهي ثلاثة أمور. إسباغ الوضوء على المكاره، الإسباغ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الإسباغ الإنقاء، كتوضى مزيان، اغسل بشكل جيد حتى تنقي بدنك وجلدك مما يجب غسله من أعضاء الوضوء أو الاغتسال إن كان الأمر يتعلق بغسل. إسباغ الوضوء على المكاره، المكاره جمع مكره، وهي الحاجة التي تكرهها النفس إما لثقلها أو لشدتها. لما كيتذكر هذا الحديث الناس كيجي لبالهم في غالب الأحوال البرد، يعني كيتوضى في البرد، وقد قاله بعض شراح الحديث. وما أعجب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يتكلم بلسان النبوة. والآن في هذا الزمان يتبين أن هناك مكاره أخرى أشد على المؤمن من البرد ومن قسوة الصقيع، مكاره التأنق والتجمل، مكاره الوظائف. أغلب كثير من الأسئلة تريد علي تأتي من عند الموظفين والإداريين، عندهم مشكل، هو إدارته ووظيفته تفرض عليه أن يكون قد سرح شعره بطريقة أنيقة وجميلة، فكيف أنه يتوضأ ويخسر ذاك الشيء وهو عجز من عند الكوافير؟ مكره من المكاره. ولذلك تجد بعض الناس يترك الصلاة أو في أحسن الأحوال يؤخرها عن وقتها. مشكل، ما يمكنش يتوضأ وخدم في الإدارة، كيف يتوضأ ويضيع شكل ربطة عنقه عندما يتحرك يمينا أو شمالا أو ينحني على مغرفة الماء، ويضيع شكل معطافه، يخسر الحديدة والتسريحة ديال الفيستا، ويطوي سرواله فيضيع شكله وجماله وأناقته. مشكل. أما النساء فحدث ولا حرج، تلك أم المصائب، إن كانت من ذوات الألوان والتلاوين كيف تخلط الأحمر بالأزرق والأسود بالأبيض؟ إسباغ الوضوء على المكاره، لا أجد تفسيرا أدق في هذا الزمان لهذا الحديث من هذه المكاره فعلا التي هي أشد من البرد. وهما النساء كيصبروا للبرد الشديد ويتعرين فيه وفي ليالي الصقيع وأيام الشتاء القاسية يصبروا للبرد، ولا يصبرنا من أجل غرفة ماء للوضوء على مكاره الزينة والتقيين والقينة. رباط، والرباط لا يكون عادة إلا في ثغر العدو. الأصل في الكلمة أنها استعملت للدلالة على الذين يقفون بثغور العدو، اللي جالس في الحدادة وهز البندقية حاضي حرس هجوم العدو، وهذا منه إسباغ الوضوء على المكاره. قال عليه الصلاة والسلام وكثرة الخطى إلى المساجد، كثرة الخطى إلى المساجد. والله إن من أعظم النعم على هذه الأمة أن جعل قلوبها معلقة بالمساجد. طب الله يدوم علينا هذه النعمة ويعمقها ويوسعها، نسأله أن يديمها وأن يعمقها وأن يوسعها. شوفوا النصارى، لا يأتي أحد منهم إلى الكنائس، ما بقوش يمشوا للكنائس منذ زمان، من لما بقى يجي حد الكنيسة جعلوا لهم في الكنائس الموسيقى فتحولت العبادة عندهم إلى ملاهي. والمؤمنون لا يزالون بحمد الله يؤمون المساجد، وهذه نعمة. وهنا أفتح قوسين، غلط كبير وخطير عند بعض الشباب الذين يعادون المساجد. بعض الأحيان كيقول لك ودينا ما نمشي شيء نصلي الجمعة، هذاك الخطيب غير كيخربق. الله عز وجل ما ناداك للجمعة ولا للجماعة من أجل الإمام الفلاني أو الخطيب الفلاني، ناداك إليه عز وجل، قال لك جي الجمع تلقاني تما، ماشي تلقى الخطيب. اليوم كان غير خطبة مدورينها ما نمشيش، غلط. وخم فيها ما تسمع، وأقولها بصراحة، وخم فيها ما تسمع في بعض الأحيان، امشي إلى المسجد. فيقصد المسجد ليس لذاك فقط، بل يقصد المسجد لله، وأن المساجد لله، فلا تدعو مع الله أحد. نهار ما تمشيش أنت وما يمشيش الآخر وما نمشيش أنا، انتهى دور المساجد. إذن استودع أمرنا وضاع، نمشي إلى المساجد ولو
لم يكن فيها إلا الجدران، خمل قو فيها غير الحيوط، نمشي إليها ونسير إليها. ولذلك قال وكثرة الخطى إلى المساجد، لا يهمك من تجد ولا ما تجد، يهمك أنه مسجد. واش مسجد ولا ماشي مسجد؟ مسجد امشي. وكثرة الخطى، كثرة الخطى تعني أنك من المداومين على الجماعات ومن المحافظين على الأوقات، وأهل الأوقات هم من أهل المنازل العليا في الدين وفي الآخرة. إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد. ولذلك من مستلزمات هذا المعنى أن يكون المسلم عارفا بمساجد المدينة، يعني من غير المعقول أنه كتلقى الشاب عارف كاين مسبح موجود ليه في المكان الفلاني، والمسبح الآخر موجود أيضا في الحي الفلاني، وقاعة الرياضة المغطاة في الحي الفلاني، وقاعة الرياضة المعراة في الحي الفلاني، ومساجد المدينة يعرف منها واحدا أو واحدا أو لا يعرف منها شيئا. معرفة الله تقتضي أن تعرف أبوابه، وإنما أبواب الله أبواب مساجده. لما وجب عليك أو حق عليك أن تعرف المساجد؟ لأنك لا تدري أين تجعلك قدرة الله وقضاؤه في يومك أو في ليلك. صليت الصبح بحيك ثم اقتضت أشغالك أو أمور الدنيا أن تجعلك في أقصى المدينة، عليك أن تعلم أنها هنالك مسجد بالمكان الفلاني، وتسأل لتصلي فيه الصلاة التي أذن لها هناك. وكثرة الخطى إلى المساجد، تعرف المساجد فين جات وأن تحبها، وإنما حبك للمساجد دال على حبك لله. ومن السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل قلبه معلق بالمساجد إذا خرج حتى يعود، في تتمة حديث لهذا المعنى صحيح، إذا خرج حتى يعود. حل شي واحد مشى يزور شي حبيب ديالو وجلس معاه وتسال الوقت ديال الزيارة وخرج وقلبه معلق به، هو خارج ويفكر في العودة متى وكيف. ورجل قلبه معلق بالمسجد أو بالمساجد كلاهما، إذا خرج منه حتى يعود إليه. وانتظار الصلاة إلى الصلاة، الانتظار له احتمالان دلاليان كلاهما معنى صحيح ومكمل للآخر. فأما المعنى الأول وهو الظاهر الأول، فأن تبقى بمكان صلاتك حتى يؤذن للصلاة التي بعدها. صلى الظهر كتبقى جالس في الجامع حتى العصر، أو تصلى المغرب كتبقى جالس في الجامع حتى العشاء. وقد كره الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب أن يبقى الإنسان بالمسجد بعد صلاة العصر، كان يضرب الناس بالضرة إن وجدهم بعد صلاة العصر بالمسجد، يأمرهم بالاشتغال، سير تخدم جالس كدير، هذا وقت الاشتغال بعد العصر وبعد الضحى، الوقت وقت عمل وقت شغل. وإنما انتظار الصلاة إلى الصلاة من المغرب إلى العشاء، أو حسب بعض النوافل كمن ينتظر الضحى من صلاة الصبح، يصلي الصبح ويبقى بمكانه كما هو في السنة، يذكر ربه ويتلو القرآن حتى تشرق الشمس وتطلع على قيد رمح أو قيد ذراع كما ورد في الحديث، فيصلي ركعتين، وذلك كعمرة في الأجر شيء عظيم. هذا معنى أول، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ومعنى ثان أشمل من الأول، ويدخل فيه كل من له هم الصلاة في قلبه، ولا يقتضي بالضرورة أن تنتظر الصلاة بالمسجد، ماشي بالضرورة، ويمكن أن يدخل فيه كل الصلوات الخمس من الصبح إلى العشاء وأنت في انتظار للصلاة بعد الصلاة وللصلاة بعد الصلاة. وذلك حينما نجعل هذا المعنى على حمل هم الصلاة لكي ينتظر مسافر، لأن الانتظار انتظار آت، كتنتظر شي واحد له احتمالان، إما أن تنتظره بمحطة القطار أو بالمطار فهو انتظار بمكان، انتظار مكاني، وإما أن تنتظره هما وتفكيرا بلا شرط المكان، وتبقى تقول يوم يجي غدا يجي، وتبدأ تحسب وقت قدومه إن كنت متعلقا به. فيمكن أن تكون في بيتك أو في مكانك من العمل، أو حتى مسافرا داخل دولتك أو
قطرك، ولكنك دائما في انتظار، تنتظر الذي يأتي. فهي إذن حالة نفسية أكثر مما هي فعل مرتبط بمكان، فيكون الانتظار إذن عملا قلبيا. فأنت إذ تنتظر الصلاة بعد الصلاة فمعناه أنك تحمل همها. إذا صليت الصبح فتفكر في الظهر، أين سيجدك؟ أفي عملك أم في منزلك؟ أم عند ضيف أم عند مضيف؟ أم في أي مكان؟ في الحضر أم في السفر؟ وبما أنك تفكر هذا التفكير فإنك تخطط لتلك الصلاة، كيف تصليها؟ كيف توفر لها مسجدها وجماعتها؟ وإن لم تكن منتظرا للصلاة بالمسجد فأنت منتظر لها في قلبك، وتدخل إن شاء الله في معنى الحديث وانتظار الصلاة بعد الصلاة. أما إذ تصلي الصبح ولا يهمك بعد ذلك شأن الظهر، لا تفكر فيه حتى يفاجئك في مكان ما بظروف ما لا تساعدك على وضوء، ولا تساعدك على جماعة، ولا تساعدك على مسجد، بل قد تفتنك وقد تتلف ما عندك من إيمان، فهذا مما يخرج عن معنى الانتظار. لأن الذي ينتظر الصلاة هو في صلاة، إنكم في صلاة ما انتظرتموها. أنت منتظر للصلاة، إذن أنت تصلي النهار كله، ولو كنت في اشتغال من أشغال تجارتك أو وظيفتك أو عملك كيفما كان، أنت تصلي لأنك تنتظر صلاة الظهر وتفكر فيها وقد خططت لها. سأكون بالمكان الفلاني إن شاء الله، وسيؤذن في الساعة الفلانية، وقبل ذلك سأستعد للوضوء. كدير الأمور الكفيلة بإنجاح ذهابك إلى المسجد وبإنجاحك في صلاتك الوقت عند النداء. وكذلك إذا صليت الظهر تفكر للعصر، وإذا صليت العصر تفكر للمغرب، وإذا صليت المغرب تفكر للعشاء، وإذا صليت العشاء تفكر لصلاة الصبح. ومن التفكير لصلاة الصبح أن تستعد للوقت بالبحث عن وقت الراحة. لما كيفلت لنا الفجر كنفكروا شنو وقع النهار الفلاني، منطش شنو كاين، سهرت بزاف أو تعبت بزاف وما درت شيء القيلولة. إذن اتخذ أسباب اليقظة، اتخذ أسباب الحصول والقدرة على الموعد. حينما تتخذ أسباب الشيء الله يهيئه لك، وذلك انتظار. وخارك ناس في فراشك، أنت منتظر للصلاة بعد الصلاة. قال عليه الصلاة والسلام: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ما معناه؟ الشيء الذي تخافه وتخشى منه، من أن يغلبك الشيطان على أمرك، إن كنت من المنتظرين وكنت من المسبغين وكنت من المكثرين الخطى إلى المساجد فأنت في أمن من الشيطان، ما يقدر يوصلك، أنت في أمن. وجرب ترى لما تصلي الصبح في الوقت وخارج من المسجد وأنت تفكر للظهر وتعود إلى منزلك، قد تستريح وقد تشتغل ثم تفطر وتخرج إلى عملك، أنت خارج وقد فكرت لصلاة الظهر بالمسجد الفلاني، بالمكان الفلاني، بالوضوء على الشكل الفلاني، يعني الوضوء في العمل أو من المنزل أو بأي طريقة مما تيسر لك، إذ يعرض لك الشيطان في الطريق بفتنة مرأة عارية أو أي فتنة من الفتن، أو مال حرام يمتد إليك يقول لك خذ هذا المال الحرام واقضي لي هذه المصلحة، أي فتنة تجيك تقول أعوذ بالله، أنا صليت الفجر مع المسلمين وأخطط للصلاة مع المسلمين. أنت في انتظار، إذن أنت في منعة من إبليس، محروس لأنك في رباط. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. بزاف ديال الشباب عندهم مشكل يتوب ويعود إلى ما كان عليه من المعاصي. أدخل الرباط وسد الباب على الشيطان، أدخل الرباط، هذا منهجه. بيان رسول الله عليه الصلاة والسلام المعصوم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. تسلح بالصلاة إسباغا للوضوء ومشيا إلى المساجد وانتظارا للصلاة بعد الصلاة، هذا سلاح. وفي الحديث: الوضوء سلاح المؤمن وما بعده من باب أولى وأحرى. ولذلك قول الله عز وجل في القرآن العظيم: فيه شفاء ودواء من صيدلية الرحمن لمن يعاني من هذه المشكلة.
وأقم الصلاة، هذا هو الدعاء. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أنت قدامك العدو، أنت تصلي وتنتظر الصلاة إلى الصلاة، أسبغت الوضوء، ألفت المشي إلى المساجد، كنت إذن من المصلين حقا؟ أنت في الرباط، أنت بإذن الله أقوى من الشيطان. ولذكر الله أكبر من الفحشاء والمنكر، هذا المعنى. الفحشاء التي تدعوك والمنكر الذي يغريك، أقمت الصلاة؟ إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذا ناداك المنكر ودعتك الفحشاء فاعلم إن كنت مكبرا لله، وإنما تكبيرك لله إسباغ الوضوء والخطى إلى المساجد والانتظار بعد الانتظار، فاعلم أنك أقوى، أنت أقوى آنئذ، لأنك كبرت، كبرت الرحمن، فسينقذك وسيضعف الشيطان بين يديك وتدوسه بقدمك، وتكون إذن من المفلحين. نرجع الآية: اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا منهج لتكون مفلحا، أي منتصرا فائزا بإذن الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين والمصابرين، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من المرابطين، اللهم اجعلنا من المرابطين، واجعلنا من المرابطين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم قونا بطاعتك وارزقنا عزائم مغفرتك، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين، لا ضالين ولا مضلين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أخرج مسلم في صحيحه، أخرج حديثا تشد إليه الرحال: لمن أراد علاج نفسه ودواء وجدانه وقوام طريقه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم أسلوب التحبيب، واش ما نخبركمش واحد الحويجة مزيانة، ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. عملية مزدوجة فيها جوج، وداك الشيء اللي احنا فيه الحاجة، وحنا في حاجة ليه كبيرة، عندنا ذنوب ثقيلة خصنا نتخلصوا منها، وقدمنا درجات رفيعة خصنا نطلعوا لها. ما حيلتك من الذنوب تخلص منها، ما حيلتك من الدرجات العالية تطلع لها. أمران يواجهان المسلم هذا الزمان، جمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، يمسح لك الماضي ويطلعك العالي؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ثلاثة الحوايج كلهن صلاة، إسباغ الوضوء على المكاره. تقول: شو ودي ضرني البرد، ما فيا ما توضى، ما فيا ما نغتسل، خلي حتى يطلع النهار عاد نصلي الصبح. أين إسباغ الوضوء على المكاره إذن؟ ومكاره هذا الزمان أشد من مكاره ذلك الزمان. عندنا مكاره جديدة، المكاره هي الأمور اللي كتجيك صعيبة باش توضى، جاك البرد، هذا مكره من المكاره. اليوم كاين مكاره جديدة، لابس كومبليم قد، ما خصك شي تطلع الكم ديال الفيستا وتعوجو، انت عاد محددو، نصوب الشعر مزيان، ما خصك شي تمسح على راسك وتخسر المشطة، هذه مكاره هذا الزمان. وعدد كبير ديال الناس ما كيصليوش لهذه الأسباب، وخدام واحد الإدارة راقية وإطار عالي، كيفاش يخسر المشطة ديال شعره؟ كارثة. إذن يكون من الهالكين. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره. سيدنا محمد سيدنا وسيدكم وسيد الخلق يسجد في محرابه، والمطر يقطر من سقفه. كان السقف ديال المسجد النبوي في يامو مصوب بالجريد ديال النخل والطين، تحت الشتا وعنده التقبة عند راسو فزقت له الأرض اللي يسجد عليها، ودارت بيركة قلتها ديال الماء والطين، فلم يقطع صلاته، ما قطع شيء الصلاة دياله، جعل يسجد في الماء والطين بالجبهة دياله، جبهة النور يسجد بها، فسلم من تلك الصلاة ووجهه يقطر بالماء والطين. مهود له الطين والماء في الوجه دياله من الجبهة حتى النيف حتى اللحية، هبط
من من هذا البشر بعد ذلك أفضل من رسول الله؟ مصيبة. ولذلك ورد في الحديث من شأن التواضع ولا نكفت الثياب والشعر. هذا حديث فهيئة المسلم هو يصلي، من اللي تصلي مكروه ليك أنك تجمع وتقفض حوايجك من اللي تجي ساجد. إذا كان قصدك أن خافي تسخرك في الأرض كتبدأ تجمع، ما خصك شي حوايجك يقصهم التراب. ولذلك واجب أن تسجد كما أنت داير، مثلا كشني في رقبتك هبط طاح التراب خلي، جلبتك هبطت الحصيرة مع الأسف عاد هاد الزمان رحنا في رفاهية في مساجدنا. أما سيد النبي راه المسجد ديالو كاع ما كانت فيه لا حصيرة لا زربية، كان فيه التراب، التراب الذي كان في مسجد رسول الله يسجدون عليه. فإذا سجد لم يكن يجمع لا ثوبه ولا شعره، كل شيء كيسجد معه، فكيف تربأ بنفسك أن تكون في تواضع رسول الله؟ شيء عظيم أن تقترب من منزلته العليا بشيء من التواضع لله، لأن إصباغ الوضوع على المكاره هو باب من أبواب التواضع لرب العالمين. واللي كيحس بهذا الإحساس ديال مخصوش يخسر مخصوش يعوج، هذا فيه كبرياء. يتكبر على من؟ يتكبر على المتكبر، لأن الله هو المتكبر ذو الكبرياء. وغادي نشوفوا كبرياء من سيكون منتصرا. العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني شيئا منهما قذفته في النار، كما في الصيغة الصحيحة من الحديث. إصباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد. أذن للصلاة بادر إلى المسجد، بادر إلى المسجد، فذلك أصل من أصول التربية الأولى وكثرة الخطى إلى المساجد. وفي رواية صحيحة أيضا ونقل الأقدام إلى المساجد، وكل واحدة عندها معنى مزيان. كثرة الخطى يعني أنت مديم ومداوم على الصلوات في المساجد ومع الجماعات، هذا معنى. أما نقل الأقدام ففيه معنى آخر زائد مهم، حيث كيكون بنادم معجز ما في ما يمشي للجامع، دوك القدام ديالك والرجلين خاص اللي يقلعهم. نقلوا الاقدام، تخطو وانت متقل ما قد علاش تمشي، بزز على راسك راك تمشي واحد ثلاثه الخطوات اربعه خمسه سته، وما هذوك القيود ديال الشيطان، لان الشيطان اللي مقيد لك رجليك يتهرسوا شويه، تحس بالخفه والنشاط وتقول العجب ما عرف ماني كنت قبل قليل ما فيا ما يجي للجامع، فاذا بك تشعر بالراحه التامه. ابليس كان يقيد قدميك. نقلوا الاقدام الى المساجد. والثالثة قوله عليه الصلاة والسلام وانتظار الصلاة إلى الصلاة. المتبادر إلى الذهن من الفهم واللي كيفهمه كثير من الناس هو زعما كتصلي الصلاة وتبقى قاعد في الجامع تسنى الأخرى، ليس بالضرورة، ماشي لازم. يعني مزيان إلى ما عندك شغل تصلي الظهر وتسنى العصر، وتصلي العصر وتسنى المغرب، وتصلي المغرب وتسنى العشاء، وهكذا إذا تيسر الأمر. ولكن راه من أهم معاني الانتظار هو الانتظار الذهني القلبي. يعني إلا صليت الفجر ونجحت في الصلاة، إيش معنى نجحت؟ فقت في الوقت، ها 50% فقت في الوقت، وصليت في المسجد، ها 50% أخرى نجح إن شاء الله. إذن كتقول لاباس ربحت الصباح، تبقى رافد الهم الظهر، عندها يقبطني في شي موضع ما نلقى كي ندير نصلي، عندها نكون خارج وغادي نقضي الشغل الفلاني ونبقى حاصل ما موضيش وخصني باش نتوضى يفوتني الوقت او تفوتني الجماعه او هذا نوع من الانتظار. كتخطط الا باغي تبيع وتشري ودير شي صفقه غدا كتبات وانت تفكر ليها. كذلك اراد ربك ان تجعل من صلاتك تنتظر الصلاه بعد الصلاه، اي تهتم بها وتنتظرها بشوق، اي تشتاق اليها. كتصلي الصبح وتبقى موحش موحش فوقاش تصلي الظهر، وتصلي الظهر وتبقى موحش فوقاش تصلي العصر، وكذلك إلى المغرب فإلى العشاء، فتنام على أمل لقاء الله عز وجل رضيا مرضيا. وانتظار الصلاة بعد الصلاة، قال عليه الصلاة والسلام في النهاية فذلكم الرباط. هذه رواية ديال مسلم، كاين وحدة وفي رواية أخرى ديال مسلم فذلكم الرباط مرتين، وفي الموطأ للإمام مالك فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثة المرات. الرباط هو الموضع اللي كيبقى واقف فيه
العسكري في الجبهة ديال القتال حاضي عساس في الصغر الموضع اللي كيه جم منه العدو كيبقى شد البندقية ديالو ومنيش ورد البال مرابط في سبيل الله. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم الرباط الأكبر والأعظم أن ترابط على صغر الشيطان الذي يدخل منه إلى صلاتك فيخربها، لأن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت والعياذ بالله فسد له سائر عمله. الركن الأخير والأصل الأخير الثالث من أصول التربية التي أهلت المسلمين لرتبة الهجرة التخلق. وبزاف ديال الناس مع الأسف غلطين في قضية الأخلاق، حتى من أهل التدين علق البعض شرائح التدين الذين ساءت أخلاقهم وتخشبت معاملاتهم بسبب انقلاب الموازين في أذهانهم وفهمهم للسنة ولكتاب الله قبل ذلك. الخلق أصل من أصول الدين، بل إن بعضهم اعتبره من الضروريات، جعله ضرورية سادسة إلى الضروريات الخمسة. الأخلاق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هذه الرواية الصحيحة، صالح الأخلاق رايج عند الناس، واحتلد بعض الكتاب مكارم الأخلاق، ولكن العبارة الصحيحة اللي تبت في الحديث هي هذه: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إنما أداة حصر، يعني أنا ما جيت إلا الحاجة واحدة باش نكمل لبني ديال الأخلاق. كأن الدين كل الدين خلق. ومن اللي جاءوا الصحابة العائشة يسولوها على العبادة ديال النبي صلى الله عليه وسلم، على الأخلاق ديال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن. والحديث في مسلم: كان خلقه القرآن. خلقه نكرة مضافة إلى الضمير، والمعنى دياله العموم، يعني كأنها قالت لهم كان كل خلقه القرآن، كان قرآنا يمشي عليه الصلاة والسلام، تخلق بأخلاق القرآن. وما أخلاق القرآن؟ ليست أخلاق القرآن إلا نورا وأنوارا من أخلاق الله سبحانه وتعالى. صفات الله عز وجل أسماء الحسنى اقتضت من عباده أن يتخلقوا بها، تكرموا بكرم الله، وتحلموا بحلم الله، وترحموا برحمة الله، وتتواضعوا بكبرياء الله. هذه كتعطي الأخرى، تتواضعوا بكبرياء الله. علاش؟ لأنك تعرفي أن الكبرياء إنما هو لله وحده، وما بقى لك انت والو، اذا ما بقى لك والو من الكبرياء، بقي لك التواضع والعبوديه والخضوع لله الواحد القهار. اسماء الله الحسنى، او بعباره اخرى توحيد الربوبيه اللي فهموا كيعلموا الاخلاق الراقيه الرفيعه، واللي ما فهموش مع الاسف كيمشي الهامش الاخلاق بل الى دركات الاخلاق، وهذا مناقض لاصول الدين ولاصول التوحيد. كملت هذه الامور عند الصحابه، فاهلهم رسول الله بتأهيل الله لهم ليهاجروا في سبيل الله، فكانوا خير سفراء، لأن راه بداية الهجرة بدأ الانتشار ديال الدين في الأرض ببداية الهجرة، وما يمكن السيد النبي صلى الله عليه وسلم يصفط الناس مشوهين في الأخلاق ديالهم يعلموا الدين للبلاد والعباد والأمصار، لأن غير هاجروا للمدينة صافي سلمت المدينة وتوسع الدين وتسيطر الإسلام في المدينة من تم، والإسلام ينتشر بعد ذلك في الأصقاع وفي الأمصار وفي كل مكان. فخصو يصفط النماذج العالية الرفيعة، وبدأ يصفط، أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن، وأرسل أيضا أبا موسى الأشعري إلى اليمن أيضا، ومعه جابر بن عبد الله، وأرسل الصحابة كثيرا إلى الملوك في زمانه من إمبراطورية الروم وفارس، وأرسل إلى سائر القبائل العربية، ولكن أرسل كملا من الرجال ذوي الخلق الرفيع العالي أحبوا الله وتعلقوا به توحيدا وسلكوا إليه صلاة ومحبة وتخلقوا معه ومع الناس، فكانوا خيرا معبر عن الإسلام. ولما جاءت الشريعة من الأمر والنهي والتحريم في المدينة، لم تكن تلقى من قلوب الصحابة إلا وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.